يقول: هل يجوز بعد الانتهاء من العمرة الخروج إلى التنعيم للإحرام وأداء عمرة أخرى للوالد الميت؟ الأحسن لمن كان في مكة أن يبقى في مكة في المسجد الحرام، يطوف بالبيت ويصلي الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يطوف ويصلي ويعتكف، هذا أفضل من أنه يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة. هذا جائز أنه يخرج ويأتي بعمرة، لكن يفوت عليه خيرات كثيرة هي أفضل من العمرة بكثير. وإذا أراد أنه ينفع الميت فإنه يدعو له، وإذا جاء مرة أخرى إلى مكة يأتي له بعمره،